السلام عليكم الإخوة الكرام وتحياتي لكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. نهاية سنة 2021، اليوم هو اليوم الأخير، سنة مليئة بالأفراح وكذلك ما نساوش مليئة الأشياء اللي دازت علينا صعيبة بزاف، ومنها الوباء. كانوا معنا ناس ورحلوا لدار البقاء، الله يرحم جميع الأموات، وتزادوا كذلك أطفال صغار في هذه السنة هذه. نتمنى لهم حياة جميلة بزاف وحياة مليئة بالمسرات. وآخر فيديو ديال سنة 2021 كيف ما وعدتكم في الفيديو الأخير، فغنقضيوه فرنسا إن شاء الله. اليوم رحنا ضياف عند الناس ديال فرنسا، وغادي نمشيو لواحد المكان اللي زوين بزاف، غادي يعجبكم، وغادي نخليه لكم في صندوق الوصف العنوان ديالو وكذلك لوليان ديالو. ودابا راني في بداية الطريق، مازال ما دخلتش لفرنسا. نتمنى ان شاء الله تكون الطريق زوينه وما يكونش الثلج، ما تكونش الطريق مقطوعه، ويكون فيديو زوين بزاف وغادي يعجبكم، ونخلي لكم المفاجاه حتى الاخير. تابعوا معايا الفيديو للنهايه. ودابا حنا في الطريق ديالنا، وكاين هذا الغار هذا كيف ما كتشوفوا، هذا الغار هذا مورايا، فكيختصر بك الطريق، فكيحطك تقريبا حدا الحدود ديال فرنسا. هذا الغار كتخلص فيه تقريبا 12 ديال الاورو، وكي تقريبا فيه شي 11 كيلومتر اولا، اختصار كبير كيسهل عليك انك تدوس في الجبال ديال لا مولينا. الناس اللي عارفين الطريق راهم عارفين هذه البلاصه. هذا هو التونيل ديال الكادي. Hola, buenas. ¿Am tarjeta, por favor? Gracias. كيف ما كتشوفوا، فالثمن ديالو ف 12 اورو، وهذا الثمن ديالو 12 اورو. Muchas gracias. Adiós. ها هي اسبانيا مورايا، وها هي فرنسا. برج مدام كاين بيناتهم واد، ها هو فرقهم واد. ما كاين لا حدود لا شباك لا غرياج لا بوليس لا جدارميه لا حتى شي حاجه. الناس كتدخل وتخرج بكل اريحيه. دابا دخلنا لفرنسا ان شاء الله، مازال عندنا شي شويه ديال الطريق. المهم في هذا الفيديو هذا بغيت نخرج على الروتين ديال البحث بكاشف المعادن. المهم غندير واحد الجوله وفيها واحد المفاجاه، وبغيت نوريها لكم كذلك. وهادو هما الديوان القدامين، هادو هما الشرطه ديال الحدود القدامين كيف ما كتشوفوا. دوان هادو هما اللي كانوا قدامين منين ما كانش الشنقل، كانت الحدود في بوشردة. هاد لاكارت هادي كنظن انها قديمة، ودابا الحمد لله كاين الشنقل، كتدخل وتخرج بدون اي مشكل. وكيف ما كتشوفوا في هاد الجهة هادي اللي كتشوف فرنسا، فمكتوبة بالفرنسية. وإلا درنا من هاد الجهة هادي كيف ما كتشوفوا، فمكتوبة بالإسبانية. ولاحظوا معايا الشرطة القديمة ديال الحدود، اللي بغى يقرا المعلومات فكاينة هنايا. وهادي هي الديوانه القديمه كيف ما كانت، وراه مازال الديوانه هذه مازال لهيها. وهذه هي القنطره اللي راني واقف فيها يعني. ودابا وصلنا لواحد الغار كذلك ديال فرنسا، اللي كيختصر عليك المسافه، كنظن كتخلص فيه 5 اورو شي حاجه او 7 اورو. فهو هذا كيختصر عليك انك تدور في هذه الجبال هادو اللي هما عامرين بالثلج، كاين واحد الطريق صعيبه. المهم نختاروا حنا السهله باش نوصلوا للمكان اللي غادي نمشيو له ان شاء الله. والغار هو هذا ان شاء الله، غادي ندخلوا فيه ويقرب لنا المسافه، ما بقى والو ان شاء الله، ونوصلوا للمكان وغنقول لكم شنو هو ولمن كيشبه كيف ما شفتوا في العنوان وفي الصوره. فان شاء الله غيكون فيديو جميل واخر فيديو ديال سنه 2021. اليوم رحنا في اليوم الاخير ديال السنه، نتمنوا يدوز بخير وعلى خير ان شاء الله. تابعوا معايا للنهايه. 7 اورو فرنسا، حاولي علينا غير الزياده، مازوت زايد، لوتوروت زايده، كلشي زايد. فرنسا حاولي علينا شي شويه، دير 7 اورو هذا الغار هذا، على بركة الله. المهم كيف ما كتشوفوا فالي باني، فهما هادو، فانا كنعيط لهم مولاي عقوب ديال فرنسا بصراحة. هنايا الريحة ديال الكبريت ديال الماء سخون بحال مولاي يعقوب سبحان الله اللي عندنا في فاس، ولكن اليوم بصراحة كنظن ما ساعفناش الحظ، لأن كاين بزاف ديال الناس شادين الصف
ما عرفتش واش غادي يلحقنا يعني الوقت. بغيت صراحه نضرب شي عومه، ولكن غنوريكم غير على برا واحد النموذج باش تشوفوا الماء كيفاش سخون سبحان الله. ولكن الرائحه ما غاديش تقدروا تشموها، ولكن غادي نشرح لكم الرائحه، راه ديال الكبريت سبحان الله بحال ديال الملاعقه. كيف ما كتشوفوا هاد العين هذه راها سخونه بزاف، راه ما تقدرش تدير فيها يديك بزاف. سبحان الله الريحه بحال ديال الملاعقه. فالمدينه كيف ما قلت لكم فكلها فيها الماء سخون. هانتوما ماتين هاك بابا شد هذا، اش شد هذا. فكما قلت لكم فالمدينه كلها فيها الماء سخون تبارك الله، والريحه ديالو بحال ديال الملاعقه سبحان الله. طبيعي هذا الماء كيخرج هكا. كيف ما كتشوفوا فالماء سبحان الله فسخون طبيعي. وهذه هي لاكارت اللي كيشرحوا فيها هذا الشيء هذا كما كتشوفوا، فكتبين فيها في 800 عام تقريبا، وهي هذه العين موجوده، الحراره فيها 77 دوغري، وهذا الشيء قديم في هذا الفيلاج هذا، هو صالح للصحه ديال الانسان والجلد ديال الانسان. المهم كاين مجموعه ديال المعلومات، اي واحد يقدر يلقى هذه المعلومات هذه في الانترنت. صراحه ما كان جميل، ولكن للاسف ما استطعناش اننا ندخلوا، وامطار الخير كطيح دابا. المهم المره الجايه ان شاء الله. فهذوما لي باني، ولكن كاينين الناس بزاف، كاين الزحام كيف ما قلت لكم، فراه بحال مولا يعقوب تقدر تدخل تعوم. الثمن راه ما غاليش بزاف، كنظن جوج السوايع ب 20 اورو كيف ما شفتوا. فراه عامر فمشيت تسولت فما غاديش تلحقني النوبه اليوم. وكيف ما كتشوفوا فهذه هي الطريق اللي غادي نولي نرجع منها، هذه البلاكه ديال اندورا وبرج مدام، وكاين شويه تبارك الله ديال الرواج، الناس كتحتفل هنايا بنهايه ديال السنه، نية عامره وخش تبارك الله، كاينين الناس نية عامره تبارك الله. وهذه هي الطريق ديال تولوز، وهذه الطريق ديال اندورا. وحتى لهنا غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما حالفناش لحد اليوم، ولكن ان شاء الله المره الجايه غادي نجيو ان شاء الله نديروا شي تحميمه هنايا في هذه الحمامات ديال مولا يعقوب ديال فرنسا ان شاء الله. خليتكم بخير وعلى خير، والى الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.